عبد الرحمن علي سرور 60 سنة، لاعب تنس أرضي سابقا ومدرب تنس أرضي حاليا ومؤسس نادي الجبيل للتنس الأرضي. مواليد 1963، جيل الستينات يعني معروف ذاك الوقت، يعني كان كرة القدم كانت هي يعني اللعبة المفضلة واللعبة يمكن الوحيدة اللي بارزة وتشد الشباب، ولكن كرة القدم شوية صعوبتها انها فيها شوي من الخشونة وفيها شوي من الخوف من الإصابات، فكانت في فرصة أني ألعب رياضات أخرى وأجرب رياضات أخرى لأنه كنت شغوف بالرياضة كشكل عام، يعني أنا من سكان الخبر ذاك الوقت، فكانت ونادي القادسية يعني بالنسبة لنا هو النادي المفضل لنا وحنا من شباب الخبر، فدخلت مع نادي القادسية في كرة اليد، وكانت يعني تجربة ما شاء الله تبارك الله يعني طيبة، وشاركنا في الممتاز ولعبنا مباريات رسمية، ولكن قدر الله ما شاء فعل يعني أصبت إصابة يعني قوية جدا فخلتني أبتعد كذلك عن كرة اليد. بالنسبة للإصابات حقيقة كانت مزعجة بالنسبة لي، يعني حدت من نشاطي الرياضي، فيعني وجدت أنه أوكي خلنا نركز على الوظيفة، والحمد لله الله وفقني واشتغلت مع المؤسسة العامة لتحلية المياه في الجبيل، وابتعثت إلى بريطانيا أتوقع سنة 83. الفترة هذه بالنسبة لي يعني كانت فترة انتقالية، يعني ما تهمنا في الرياضة وفي مسار الرياضي. فبعد رجوعي من بريطانيا يعني في تقريبا أواسط الثمانينات استمريت، يعني فكرة أني أتوقف عن الرياضة ما هو صحيح، يعني ما هو خيار جيد، فارتأيت أنه لابد أني أشوف حاجة تبتعد عن إيش الإصابات، عن اللعب الجماعي اللي كان ممكن أو سبب لي إصابة حقيقة، فلعبت بادمنتون اللي هو كرة ريشة، كانت متوفرة ذاك الوقت صالة، فاستمريت في ألعب الريشة لفترة تقريبا يمكن سنتين. في أواسط التسعينات ابتعثت إلى أمريكا للدراسة، وأثناء الدراسة يعني حقيقة أبهرتني يعني تواجد الملاعب في كل مكان، يعني الجامعة ما شاء الله تبارك الله يمكن تقريبا 6 ملاعب 10 ملاعب، الحي اللي أنا كنت ساكن فيه 4 ملاعب، وما تروح ملاعب التنس موجودة، فهذا يعني شجعني على أنه خلني أمارس الرياضة هذه، خلني أسوي نشاط رياضي. بعد رجوعي من الدراسة يعني في أوائل التسعينات، الفترة هذه يعني شفت نفسي أنه أنا صعب أن أكون أنا وحيد فقط في المنطقة هذه، وفقط أن أمارس الرياضة هذه مع الأجانب، فبديت نوعا ما يعني أخذ ابني معاي، فبديت أنا يعني أبدأ في الهدف اللي أنا كنت صانعه له أول جالس يعني أفكر فيه، فبديت أدربه وحب اللعبة واستمر فيها لدرجة أنه ما شاء الله تبارك الله وصل إلى منتخب الناشئين للمملكة. بالنسبة لي حقيقة ممارسي التنس أهم شيء عندهم توفر الملاعب التنس يعني وصيانتها والعناية بها، وهذا ولله الحمد يعني كان موجود عندنا في الهيئة الملكية جزاهم الله خير، يعني تصور حتى يعني الملعب إذا جاء مطر حنا ما ننزعج، ليش؟ احنا عارفين انه يعني الانفراستراكشر اللي هو البنية التحتية للملاعب جدا مهيئة. مجتمع التنس الأرضي ولله الحمد صار فيه زيادة وكثرة الأعداد وكثرة ممارسين، فيعني ارتئينا أنه يكون هذا المجتمع يعني له كيانه الرسمي لكي يمثله رسميا،
وهذا ولله الحمد يعني صار لما أسسنا نادي الجبيل للتنس الأرض. النادي يعتبر نادي غير ربحي للهواة، تابع للاتحاد السعودي للرياضة للجميع. قدمنا معهم عدة مشاركات وبرامج تشمل جميع الفئات العمرية والجنسيات. قدمنا آخر برنامج كان بمشاركة اتحاد الرياضة للجميع واتحاد التنس والنادي في نادي الحي في عندنا في الجبال الصناعية جزاهم الله خير. تقريبا استمر البرنامج 3 شهور، كان حقيقة مركز على أو مركز البرنامج على الأطفال من عمر 7 سنوات إلى عمر 14 سنة، وجميع الأطفال البنات والأولاد. يعني كمعدل كنا نستقبل يوميا، احنا عندنا 3 أيام في الأسبوع، كنا نستقبل يوميا كحد يعني أدنى 150 متدرب، وكانوا على 3 مراحل كنا ندربهم، كل مرحلة 50 طفل وطفلة. وكانوا لله الحمد يعني عندنا 3 مدربات، يعني دربتهم أنا بنفسي وهيأتهم أنهم يقدمون البرنامج هذا، سعوديتين وواحدة يونانية. ولله الحمد يعني البرنامج كان جدا جدا يعني فعال، وكفاءته ولله الحمد كانت ممتازة. يعني ممارسة التنس يعني تطور، بدل ما هي ممارسة أصبح عشق، وهذا حقيقة يعني شيء أنا يبهجني ويفرحني، أنه يعني أشوف ثمار الجهد اللي يعني بذلناه في البدايات، وكنا نتمنى ذاك الوقت أن يكون أحد معانا يشد بأيدينا.